الاساس بتاعي. أصبح كلام من قام بالتشريع هو من سئل. أما هناك من أمور ومآخذ علمية على التقرير فناقش فيها رئيس تمام. أنت ممكن تبقى جاهز أطمع يكون في الدور القاضي أطمع. القضية ليست بالبسيطة، والقضية فيها متهمين مهددين من أقصى عقوبة، مش إنك تعدل عشان نكون جاهزين. خلينا نتكلم بس بالعدالة فيما يمكن. طبعا تمام. انت واخد صورة القضية دي؟ والله العظيم المال يمنع. طب يقضيك لغاية الكلام؟ ليست من التعجل، مش تعجل، ليست العدالة في التعجل نهائيا. بص احنا العدالة الناجزة في ان يعطى لكل مختار حقه. ايوه لازم يعطى حقه. وانا لما اجهز ب 400 ورقة فيها خطة دفاع وفيها نواحي علمية، لازم المتهم ياخذ حقه، ولازم يطمع المتهم المدعي بالحق المدني كله، لذلك سواسيه نعم، ولذلك يطمع المتهم في فسحة من الوقت لتحديد لتجهيز دفاعه الجد الذي لن يضيع فيه وقت المحكمة نهائيا. وانا من ليس من مدرسة تضيع الوقت اصلا، ولكن انا لازم اكون جاهز على النحو اللي يرضي ضميري، ويمكن اشير في الاوراق الى بعض النقاط التي تنجي المتهم من القبول من يعني محاكمه او عقوبه مغلظه. ما اقدرش اقول كده لغايه الكلام ده تكون قريت الاربع صعب بعد اذن الله. رجاء من دفاع لتحقيق عداله ليس امر جاهز يا فندم. دول مدعين مدني اول امس. ايوه انا جاهز من اول امس. انا الراجل بتاعه موضوع خفيف. لا الراجل بتاعي الان امشي.